الجنس مرجعيته الله. العلم يدخل في خربطات بالعلاقات الجنسية وأثرت على نتائج نفسية، يدخل للعلاج بس مش هو المرجع. ممنوع على العلم هو يحط نظريات للجنس، لأن مش هو المبتكره ولا هو اللي خالقه بالإنسان. يعني ما بحق له يفوت كمعتدي على هالطاقة اللي هي حق لله فينا ويلي الرب حطها بالإنسان كرمال مشروع كتير سامي اسمه العيلة وإنجاب البنين. الحياة، الجنس يعطي حياة، الجنس منه شر. بدنا ننزع البعد عند الناس إنه بس حس برغبات جنسية، مش هيدا الشر. الجنس هو حاجة في الإنسان، والله خلقه، والله ما خلق شي شر فيه، وما خلق بذات الوقت للكبت، خلق لنا كرمال هدف وغاية، وسامي كتير هالهدف. الرب عطاني طاقة مفروض يكون فيها نعمة الله، لأن هاي الطاقة بتجيب إنسان على الحياة. تأملي هالإنسان عم يجي بدون بعد روحي أو بدون بعد نفسي، فقط عم يجي لبعد جسدي، يعني عم بلغي هوليك الأبعاد وفقط عم بيستعمل الجنس للذة الجسدية. ما تتصوري الجنس هون إزاي بيصير مؤذي وإزاي بيدمر. أول شخص بيتدمر هي العائلة، تاني شخص بيتدمر الإنسان. شو هي الحضارة؟ الحضارة ساعة اللي بفوت على الغرب وبلاقي ما بقى في عائلة، هاي الحضارة؟ وبلاقي الشبيب التلت أرباع مخدرات وتلت أرباع أشكال ما فيك تتفرج عليهم وتشوفيهم، صورة الله منزوعة منهم، هاي الحضارة؟ كرمال هيك أنا بدي ربي وهذا المجتمع اللي عم ربي. طيب هذا تأثيره منين؟ ليت خلينا نطرح السؤال، حتى بنقدر نطرحه من الناحية النفسية مع علماء نفس. ليه هالظواهر بالمجتمع الأوروبي والأمريكاني؟ ليه ما بقى في أمان؟ شوف الإنسان خيفان، نسبة الإجرام، نسبة السرقات. الإنسان بتلاقيه بأوروبا بيقفل على حاله 100 قفل بالباب لأنه ما في أمان. طيب ليه؟ كله مخربط الحب. فيما لو حفظنا وطلعنا من هالمقولة انه اذا انا حفظت على طهري وعفافي وبذات الوقت على البعد الجسدي وبين خطيبي او بيني وبين صديقي لحين الزواج، هذه منا علامة تعقيد وعلامة رجعية. وخلينا نحط بالمجتمعات، يعني منحط الامثلة اللي عم نشوفها ونعيشها ونشوف مين الناجح، بنعمل مقارنة بين مجتمع عاطي الانفلات والانفلاش لأهله وبين مجتمع بعضه محافظ. الجنس بمطرح من المطارح بده مجهود حتى تحافظي على عفافه للإنسان وطهره وتتحافظي على قيمة الحب. في إله مجهود ومتعب. جربي إنك تحاربي حتى فعلا في مقاومة، في إغراءات بدك تقاوميها، وبذات الوقت في تجارب بدك تربحيها وتنتصر عليها. شو اللي عم بصير؟ وين عم يركع؟ عم يدفعوا ثمنها، بس شو وصلوا على الزواج؟ على أقل مشكلة عم يهربوا، لأنه ما بيرسوا هالجهد أو هالمجهود في سبيل الحفاظ على الحب. بوقت الخطبة كل اللي عملوا علاقات جنسية قبل الزواج عندهم أفسد زواج. مش العلاقة الجنسية اللي بتنجح الحب، الحب اللي بنجح العلاقة الجنسية. ساعة اللي بيكون في حب صحيح بين الشخصين وفي احترام بالحب، في صدق وفي نعمة الله، كان ينمو بالنعمة. هذه مهمة، انه هالحب ربي بنعمة الله، الرب مبارك هالحب والرب حاضر بهالمحبة، ساعتها العلاقة الجسدية بتجي ولا اجمل من هيك، وبتجي معبرة عن قيم روحية حاططها. بحس حاله الاخر انه محترم، منه مستغل جسديا فقط لاعطاء اللذة للاخر.